سلام، جيسبر ان شاء الله كو فوز الي بيان. سينو معكم ايا كوم دابيتود. دوكا رانا حنديرو لا ريغولاسيون تاع لاغليكوليز، مادام كملنا لاغليكوليز وكلش، دوكا نروحو نديرو لا ريغولاسيون تاعها. بون، لازم تعرفوا واش معناتها قبل لا ريغولاسيون. اللي ماهوش فاهم واش معناتها لا ريغولاسيون، جو فوز انفيت تروحو تشوفو لا فيديو يوتيوب تاعي اللي دايرتها. راني مفهمه ليدي تاع لا ريغولاسيون، راني حاطه لا فيديو بوبليك، داكوغ؟ ما عليناش. دوكا في لا غليكوليز شحال عندي من سيت دو ريغولاسيون؟ دوكا راكو شفتو لا فيديو، سي بون، تسمى راكو نورمالمون عندكم اون ايدي على لا ريغولاسيون، داكوغ؟ عندي في لا غليكوليز 3 سيت دو ريغولاسيون، معناتها عندي 3 انزيمات مهمين بزاف. الاولاني هو الهيكسوكيناز، ولا نقولو الجلوكوكيناز، وفهمتكم لا ديفيرونس بين الهيكسوكيناز والجلوكوكيناز. عندنا الدوزيام هو هذايا الاف بي كا 1 اللي هو فركتوز فركتو باردون فوالا فوسفو فركتوكيناز 1 داكور. وعندنا تاني لو ثروزيام انزيم اللي هو بيروفات كيناز. دوك هادو هما ثلاث انزيمات على مستواهم رايحه تصرى لا ريغولاسيون، رايحين يسرعوا لي العمليه ولا رايحين يبطئوا لي العمليه، داكور، تاع لا غليكوليز. anyway، ولو انه هذايا هذا الاف بي كا 1 هو لو كلي، هو شغل هو الشيف تاعهم في ثلاثه. دونك ماشي كامل لي زونزيم حتى فيهم ريغولاسيون، غير هاد ثلاثه. anyway، برك ما قلتلكمش هاد المعلومه، لا ديفيرونس اونتر الهيكسوكيناز والجلوكوكيناز، تبعوني مليح. قلنا اولا الهيكسوكيناز يتواجد الي اوبيكيتار، يتواجد في جميع خلايا جسم الانسان ما عدا بيتا لانجرهانس تاع البنكرياس. حاجه دوزيام، قلت لكم الجلوكوكيناز يتواجد في الفوا في البنكرياس، داكور؟ هذه قلنا. قلت لكم بلي الجلوكوكيناز خاص فقط بالجلوكوز، قلت لكم الهيكسوكيناز خاص بجميع السكريات التي تحتوي على 6 كربونات هيكس، سي بون. حاجه واحده اخرى ما قلتها لكمش، بلي الهيكسوكيناز عنده اون فورت افينيتي للجلوكوز. ركزوا معايا، لو هيكسوكيناز ماشي الجلوكوكيناز، داكور؟ دونك بالك تلف لكم كما انا كنت تلف لي. دونك الهيكسوكيناز هو اللي عنده اون فورت افينيتي للجلوكوز. واش معناتها اون فورت افينيتي؟ معناتها عنده تحسس كبير للجلوكوز. معناتها كنت تحط نتا الجلوكوز، تحط الجلوكوكيناز والهيكسوكيناز، دير في بالك بلي الهيكسوكيناز هو اللي حيسبق يحول لك الجلوكوز، هو اللي عنده تقولوا علاقه وطيده مع الجلوكوز، وعندها سبب، عندها بسبب بزاف 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 لوجيك. كي نكملوا لا ريغولاسيون نقوله لكم، حاجه فريمون زياده تاع الزياده، ماشي زعما داخله في قرايتكم ولا، داكور؟ anyway، تبعوا معايا. الهيكسوكيناز قال لك الجلوكوز، دوك الجلوكوز عباره عن سبسترا، داكور؟ الجلوكوز عباره عن سبسترا كيما شفتوا في لا فيديو تاعنا اللي درتها على لا ريغولاسيون. anyway، الجلوكوز مادامو سبسترا اوتوماتيكمون رايح يدير لي لا ستيمولاسيون، معناتها رايح يسرع لي العمليه تاع هذاك الانزيم. شوفوا معايا، نفهمكم بعفسه، علاه يدير لي لا ستيمولاسيون؟ باسكو باش هو يقول له وجد روحك راني جاي، وجد روحك يا انزيم راني جاي ليك باش تحولني، دونك على بها يستيموليه، سي تري لوجيك، داكور؟ ما عليناش. كون نروحو الجلوكوز تاع فوسفات، جلوكوز تاع فوسفات بالنسبه للهيكسوكيناز وشنوه؟ سي ان برودوي، دونك ماهوش ان سبسترا، راهو ان برودوي، راهو يخدمو، سي بون. دونك واش راح يدير لي الهيكسوكيناز؟ رايح ينيبيه. انا قلت لكم موا، واش معناتها رايح ينيبيه؟ متى يروح ليه ويتوضع عليه؟ بيان سور في مناطق سبيسياله، باسكو ديروا في بالكم بلي الانزيمات هادو تاع لا ريغولاسيون، هادو من الانزيمات سو سون دي زونزيم الوستيريك، داكور؟ واش معناتها انزيم الوستيريك؟ معناتها يقدر يتانيبا ولا يتاكتيفا بالسبسترا ولا بالبرودوي تاعو. anyway يعني تصرى لا ريغولاسيون على مستواه. واش كنت حنقول؟ الجلوكوز تاع فوسفات يروح ينيبيه، علاه؟ بعدا راه يقول له راك خدمتني بزاف، معناتها ما تحمسش، نقص شويه الخدمه تاعك، داكوغ؟ هذه هي الرساله من لو برودوي كي يطلع للانزيم، باسكو نورمالمون لو برودوي اي لي سونسي يكمل، البرودوي ما عندوش الوقت، البرودوي نورمالمون يكمل. دوك انت برودوي مادام عنده الوقت يطلع للانزيم تاعك، معناتها راهو بزاف، داكوغ؟ باسكو ديروا في بالكم بلي الهيكسوكيناز ماهوش حيخدم لي جلوكوزا وحده يرجعها، جلوكوز تاع فوسفات وحده برك، راهم بزاف جلوكوزات يرجعهم بزاف جلوكوز تاع فوسفات، وحده من الجلوكوز ولا زوج من الجلوكوز تاع فوسفات يطلعوا ليه يقولوا له حبس حبس راك تخدم بزاف حبس، داكوغ؟ دونك هذه هي ليدي. anyway، واش تاني؟ الانسولين، قال لك الانسولين رايح يستيمولي الهيكسوكيناز. واش معناتها راح يستيمولي؟ يروح ليه الانسولين، على بالنا بلي هرمون، داكوغ؟ سواء الانسولين ولا الجلوكاغون، هذوما هرمونات.
هذه هي لا ريغولاسيون هرمونال باسكو ديروا في بالكم بلي في لا ريغولاسيون كاين لا ريغولاسيون الوستيريك اللي متعلقه بالسبسترا والبرودوي فقط وكاين ريغولاسيون هرمونال اللي متعلقه بالهرمونات فقط على سبيل المثال الانسولين والجلوكاغون داكور anyway. الانسولين واش يدير يروح يستيميلي الهيكسوكيناز علاه دوك نفهمكم الانسولين تبعوني مليح وقت يجي يتفرز في الكور ديالك مور ما تاكل اوكي اون توكا ديروا في بالكم شتو مور ما تاكل يا خديم تحكمنا واحد الدوخه هكا مور ما ناكلو جوستو علاش تحكمنا ديك الدوخه باسكو الانسولين طق دار ان بيك دانسولين درنا ان بيك دانسولين داكور anyway. علاش صالي هذاك لو بيك دانسولين جوستمون باش نقصوا من كميه الجلوكوز المتواجده في الدم داكور باش ندخلهم داخل لا سيلول صح دوك انت الجلوكوز كي دخلت لك داخل لا سيلول صح كيفاش تغارديها داخل لا سيلول يا اخي لازم ندير لها لاكتيفاسيون واش معناتها ندير لها لاكتيفاسيون معناتها تلصق فيها فوسفورا هذا لصقنا فيها فوسفورا شكون اللي يعاوني باش نلصقوا فيها فوسفورا الهيكسوكيناز ولا الجلوكوكيناز دونك باش ما تعاودش تخرج للدم داكور دونك انا واش العفسه اللي تساعدني باش نكاردي الجلوكوز داخل الدم سي بلوتو الهيكسوكيناز ولا الجلوكوكيناز كانزيم اولي anyway. الانسولين رايح يعاون في هذه العمليه الانسولين جوستمون شوفوا السهم كيفاش رايح الانسولين الانسولين راه يستيمولي الهيكسوكيناز والجلوكوكيناز باش علاش باش يفصفروا الجلوكوز باش يغارديوها داخل لا سيلول باش ما يخرجش للدم داكور باسكو اصلا ما نش حابين يكون في الدم باسكو النسبه تاعو راه طالعه بزاف في الدم دونك هذا هو الهدف من الانسولين بلوتو الجلوكاغون سي الكونترير تاع الانسولين الجلوكاغون سي الكونترير الجلوكاغون راح ينيبي الجلوكوكيناز والهيكسوكيناز داكور علاش يا جماعه الجلوكاغون فهموها معايا كي شغل the glucose is gone من الدم the glucose is gone من الدم دوك حنا انا حابين نعاودو نريكيبيريوها في الدم داكوغ حابين نعاودو نريكيبيريوها باسكو ديرو في بالكم بلي كاين واحد سيغتان دوغري تاع غلوكوز اللي يكون في الدم بيان سور ماشي كامل غلوكوز لازم يكون داخل السيلول كاين واحد سيغتان دوغري تاع اللي يكون في الدم anyway. الغلوكوز is gone من الدم سي بون شغل العروق تفرغو كامل من الدم داكوغ ايا واش كنت حنقول لكم بدل الجلوكوز از غان كامل من الدم ماذا بيا نعاود نرجع شويه كيف نعاود نرجع شويه سي بور ايفيتي لاكتيفاسيون لازم نيفيتي لاكتيفاسيون هذه ما لازمش الجلوكوز يتحول يولي جلوكوز تاع فوسفات باسكو الا فات وتحول للاسف الشديد الا تحول صعيب عليا باش نخرجو من الخليه ما يخرجش دونك يفو اني بي هذا الهيكسوكيناز ولا الجلوكوكيناز باش ما ياكتيفيوليش هذاك الجلوكوز داكور دونك نتوما احفظوا لي الانسولين وعكسوا الجلوكاغون السلام عليكم اوكي صح تبعوا معايا كي نهضروا على الجلوكوكيناز الجلوكوكيناز عنده اون ريغولاسيون هرمونال يتميز بلا ريغولاسيون هرمونال ماشي كيما الهيكسوكيناز شوفوا الهيكسوكيناز الي اني بي اي ستيمولي par son substrat et son produit plutôt il est stimulé par son substrat et inhibé par son produit d'accord l'exokinase et aussi par les hormones mais le glucokinase a une régulation hormonale pure comme on dit d'accord donc il est inhibé stimulé par le glucagon l'insuline بالاضافه هذه زياده برك زياده باللي هذا الفركتوز تاع فوسفات ثاني ياثر لي اكتشفوا بلي ياثر لي ثاني على الجلوكوكيناز بيان سور ياثر لي بار انيبيسيون ديروا في بالكم بلي من جميع حاجه طلعت من تحت ان برودوي طلع من تحت وراه طالع للفوق الانزيم فوقاني ديروا في بالكم بلي حيني به معناتها راه يقولوا راك متحمس حبس ما تبرودوي ديالك داكور حبس ما تبرودوي بزاف اوكي anyway. قلت لكم هذا الجلوكوز الفركتوز تاع فوسفات على بالي بلي ماهوش برودوي ديريكت تاع الجلوكوكيناز اي نو مي بصح قادر برودوي من التحت يطلع نورمال الاس يطلع من التحت ويطلع للفوق ينيبي ولو ان قلت لكم هذه المعلومه مستعرفين بها بزاف لي زاميريكان ايتو جو سي با لا كاينه في الديابو تاعكم ولا لا شوفوا يفو فيريفي داكور ان توكا الجلوكوكيناز عنده بزاف لا ريغولاسيون هرمونال باغ كونتر الهيكسوكيناز يتميز بلا ريغولاسيون الوستيريك ويا جماعه هذا ما يفسر علاش الهيكسوكيناز عنده اون فورت افينيتي للجلوكوز واش معناتها كلمه عنده اون فورت افينيتي معناتها عنده غولاسيون معناتها غير يشوفو ديريكتوم ويحولو ديريكت يحولو دوكا متى الجلوكوز ياثر على الهيكسوكيناز ياكتيفيه
تسمى شغل منها يروح ليه ياكتيفيه ومنها يروح ليه يحوله، باسكو هو كي يشقى يروح ليه ياكتيفيه وميم طو يحوله، ماهوش حاجه ماهوش فارغ شغل ياكتيفيه برك. دونك لو فيت كي ياكتيفيه معناتها يحوله اوتوماتيك. باغ كونتخ الجلوكوكيناز الجلوكوز ماهوش حاجه ياكتيفيه داكوغ، دونك سي بوغ سا ما عندوش افينيتي كبيره ليه. اوكي ما عليناش، كملنا الاولاني اللي هو الهيكسوكيناز ولا الجلوكوكيناز، نروحو للدوزيام اللي هو فركتوز فوسفو فركتوكيناز ولا البي اف كا. نقولو له بي اف كا ما نقولولوش اف بي كا، ما عليناش. لا بي اف كا هذا بي اف كا يشبه تاني، يشبه تاني اللي قبله كيف كيف، لو ميم برينسيپ لو ميم برينسيپ تاعو. بون برك وشنو ما البرودوي تاعو سبستغا تاعو ما راهمش مثبتين باللي ياكتيفيوه ولا ينيبيوه. انيوي واش دولي في راسكم الاي تي بي؟ الاي تي بي راح تجيني به. علاش الاي تي بي راح تجيني به؟ شوفوا هذه ماشي حفيظه، هذه فاهمه. الاي تي بي معناتها كاين بزاف طاقه، هذه واش معناتها الرساله من الاي تي بي، معناتها كاين بزاف طاقه. وانتم لاغليكوليز تخدم لكم طاقه ولا ما تخدمش طاقه؟ تخدم الطاقه، ديروا في بالكم بلي لاغليكوليز كي تكمل 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 راح تخدم لي طاقه كبيره. داكوغ يا اخي قلنا زوج اي تي بي زوج ناضج اش بلس، anyway ماهيش كبيره بزاف صح كومام. دونك الاي تي بي معناتها دليل على انه عندك طاقه، معناتها الاي تي بي رساله منها اني عندي بزاف طاقه، تما ما كان له ما كان له ندير لا غليكوليز. داكوغ دونك على بها تيني بي. الاي تي بي العكس تاع الاي تي بي، نقولوا اي تي بي ولا ام بي، ادينوزين دي فوسفات ولا ادينوزين مونو فوسفات، العكس تاع الاي تي بي. دونك الاي تي بي والاي ام بي رساله منهم انه ما عنديش بزاف طاقه، كونترير راني نسحق الاي تي بي، راني نسحق طاقه، معناتها راني نسحق لا غليكوليز تصرا، معناتها حيستيميليو. اوكي معناتها يروحوا لهذيك الانزيم يقولوا له غير خدم غير خدم. اوكي السيترات، السيترات حتشوفوها في سيكل دو كرابس ان شاء الله. anyway سيكل دو كرابس وين جاي؟ سيكل دو كرابس ماهوش كاع لهنايا صح، حتى تكمل لاغليكوليز ومن بعد هذيك البيريفات التحتاني كامل يدخل داخل الميتوكوندري وتصرا له واحد العمليه، ومن بعد باش تصرا له سيكل دو كرابس باش تعطيني باش تعطيني السيترات. كي يكون صرات سيكل دو كرابس تعطيني السيترات. بصح المهم والاهم انه السيترات عباره عن برودوي حيجي من بعد ان شاء الله، حاجه قلت لكم كي تجي من تحت وتجي طالعه للفوق وتروح للانزيم واش حدير له حاتيني به، معناتها تقولوا راك متحمس حبس نقص الحماس. اوكي anyway هذا اللي دارته منا قليل وين تشوفوها، هذه كاين اللي داروها كاين اللي ما داروهاش داكوغ. هذه ما تشدوا لي حتى فكره كبيره، واش تشدوا لي ما كانتش تشدوا لي لي ديتاي، واش تشدوا شدوا باللي الفركتوز زوج ستة بيس فوسفات خدمها لي واحد الانزيمه، خدمها لي واحد الانزيمه يهمكمش. المهم هذا فركتوز زوج ستة بيس فوسفات حتجيو تستيمولي، حتستيمولي ال بي اف كا داكوغ، حتستيمولي ال بي اف كا، هذه حفظوها داكوغ باسكو باش نفهمها لكم. ايتو جبده الحمد لله اللي مريضه دولي ربي يشفيني. المهم وين انا اي فوالا ان اوتر سيت دو ريغولاسيون اللي هو هذا التحتاني بيريفات كيناز داكوغ. البيريفات كيناز ديروا في بالكم البيريفات كيناز واش حيستيميلي واش حييني به بلا لوجيك نهضروا. الاي تي بي معناتها عندي بزاف طاقه، معناتها ما تتحمسش، معناتها مانيش مسحقه البيريفات باسكو البيريفات عباكم بلي بعدا كي يدخل سيكل دو كريبس وكذا يعطيني طاقه رهيبه، دونك حيعطيني طاقه من بعد ان شاء الله مرتبطين بعضهم العمليات. دونك الاي تي بي معناتها كاين بزاف طاقه، اغيت سيل تو بلي اغيت كاين بزاف طاقه ما تسحقش ما تسحقش بيريفات دونك حاتيني به. الاي تي بي قلت لكم سي لو كونترير دونك حتستيميليه. الاسيتيل كوا، الاسيتيل كوا حيجيني من بعد ان شاء الله كي يدخل سيكل دو كريبس، البيريفات كي حيدخل سيكل دو كريبس حيعطيني الاسيتيل كوا. anyway واش ديروا في بالكم بلي الاسيتيل كوا سي تا برودوي، دونك حيطلع كي حيطلع الانزيم اكيد حيجيني به، اكيد 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 داكوغ. سيترات كيف كيف سي تا برودوي حيجيني بعد سيكل دو كريبس اكيد حيجيني به اكيد. ولا الانسولين والجلوكاغون كيما فهمتكم قبيله لو ميم برينسيپ، الانسولين رايح يستيمولي ماذا به تصرا لاغليكوليز ماذا به، والجلوكاغون لا لا كونترير ماذا به تحبس لاغليكوليز دونك رايح ينيبي. شوفوا معايا لينيبيسيون ولا ستيمولاسيون تاع الانسولين والجلوكاغون تكون بار فوسفوريلاسيون ولا دي فوسفوريلاسيون، باسكو شوفوا شوفوا معايا عفسه لوجيكمون. دونك انت جاك الانسولين نقول لك انا يعني قلت لك بلي الانسولين جا وراح ستيمولا لك البيريفات كيناز، بصح انت قادر تسقسيني تقولي بصح كيفاش ستيمولاه دغدغو تشكو واش دار له واش دار له صح ولا مش صح، قادر تسقسيني هاد لا كيستيون. نقول لك انا توضع عليه نقولي بصح كيفاه كي توضع عليه زعما الانسولين يقعد دائما متوضع عليه
لا لا الانسولين يجي، الانسولين يجي ماشي يتوضع يتفيك ساعه هكا يدخل داخله، لا لا الانسولين يجي يروح للبيريفات كيناز ولا نيمبورت كال هذو اللي ذكرناهم سابقا. الانسولين يجي ويروح يدي فوسفوريلي، نزع الفوسفاتات. كي ينزعلو فوسفاتات للانزيم اوتوماتيكمون الانزيم يفهم روحو باللي لازم يجري يخدم خدمته، يجري يخدم خدمته داكوغ. الجلوكاغون يروح يفوسفوري، يروح يحط انزيمات باردون يحط فوسفاتات على البيريفات كيناز. كي بيريفات كيناز يشوف روحو بزاف عليه الفوسفاتات، كشغل زعما واحد حكمتو لبستو بزاف الباسيل، لبستو 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 لبستو، يحس روحو تقيل ما يقدرش يمشي، دونك هيت انيبا داكوغ. بصح يا جماعه فهموا معايا واحد الحاجه، ما تاخذوهاش هذه قاعده يونيفرسال، ماشي دائما لا فوسفوريلاسيون معناتها انيبيسيون، ومشي دائما لا ديفوسفوريلاسيون معناتها راكتي ستيمولي، ماشي دائما، ماشي دائما سا ديبون انزيم داكوغ. كاين انزيم، كاين انزيم ربي خلقو يتانيبا با فوسفوريلاسيون، كي تحط عليه فوسفورات تلبس له حوايج بزاف يتانيبا، وكاين انزيم ربي خلقو كي ديفوسفوريه راكتي راك ستيمولاتو داكوغ. تما سا ديبون، ما تاخذوهاش قاعده داكوغ، ماشي قاعده يونيفرسال. بصح هذا هذا البيريفات كيناسي هاكا يخدم خدمته داكوغ. اوكي كيما راني كاتبت لكم. anyway شكون كنت حابه نقول لكم دوكا، كابل واحد يجي يسقسيني يقول لي ايا والاتيبي اديبي ياثروا لهنا ولا ما ياثروش؟ سي ياثروا، علاش ما ياثروش؟ ياثروا لهنا سي تاني باغ اكزومبل الانسولين والجلوكاغو، قولوا لي اسكو ياثروا لهنايا؟ بون جوسكا ميتنون هما ماهمش دايرينها لنا، ماهمش دايرينها لنا شغل الانسولين والجلوكاغو، قال لك ما ياثروش بشكل مباشر على اف بي كا ان داكوغ، مي بصح ياثروا بشكل غير مباشر. اوكي ياثروا بشكل غير مباشر بسون سافوار لي ديتاي، ياثروا بشكل مباشر باسكو دوك نفهمكم، باسكو ياثروا على هاد الانزيم، وهاد الانزيم شوفوا الانزيم يقول لك كاكو ياثروا على هاد الانزيم، وهاد الانزيم يخدم لي الفركتوز ستابيس فوسفات، والفركتوز ستابيس فوسفات ياثر لي على الاف بي كا ان، فهمتوني هكذا. دونك شتو لي نتوما كالكو ديتاي، فهموا لي لو برينسيپ بلي توجور 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 ان برودوي، سواء ان برودوي مباشر ولا ان برودوي بعيد، حيني بالك عليك الامان. ان سوبسترا، ان سوبسترا حيستيمولي لك عليك الامان. الاي تي بي حتيني بالك، الاي دي بي حتستيمولي، الاي ام بي حتستيمولي، الانسولين حيستيمولي، الجلوكاغون حيني بي. بصح علاش هذا الشيء؟ باسكو لا غليكوليز تخدم لك طاقه داكوغ، لا غليكوليز تخدم لك طاقه. مام سيكل دو كراب صح يكون عنده لو ميم برينسيپ، مام سيكل دو كراب صح يكون عنده لو ميم برينسيپ، برك في لانيو غليكوجين صح نشوفو كالكو ديفيرونس، مي بون ماشي حاجه كبيره بزاف داكوغ. هاكا الا فهمتوا لي هذه زعما راكم فاهمين لا غليكوليز ان شاء الله 100% 100% داكوغ. نروحوا برك مور لا غليكوليز، عندي حاجه واحده اخرى بصح جو بونس ندير لكم اون فيديو وحده.